كلمك ازاي يعني؟ هو انت مش شفته بعينيك وهو متعلق قدامك في حبل المشنقه؟ مش عارف، بس انا متاكد ان هو اللي كلمني، ومتاكد ان هو اللي قتل اللي هو مختار زي ما هدد بالظبط. بس اللي فهمت منه يا فندم ان الحكايه مش هتقف لغايه هنا. سليم لسه هيبتدي. يبتدي بايه؟ يبتدي بايه؟ ومين اللي قالك ان اللي كلمك ده كان سليم اصلا؟ ما ينفعش يعني يبقى حد عامل نفسه سليم؟ حمزه باشا، انت اتاكدت من الرقم اللي كلمك؟ لسه، بس انا عارف صوته كويس وعارف طريقته، وانا متاكد من اللي انا بقوله هو اللي كلمني. لكن ليه؟ ازاي؟ مش عارف، بس هو ده اللي حصل. ماشي، هو ده اللي حصل. سليم بعد ما مات كلمك في التليفون، وهو اللي قتل سياده اللي هو مختار. تمام. ايه قصده بقى لسه هيبتدي؟ مش فاهم. يعني الحكايه مش هتقف لغايه اللي هو مختاره بس. حمزه، انت لما كنا في المؤتمر مع بعض وبعد اللي هو مختار ما اتقتل رحت فين؟ طلعت على السجن يا فندم علشان اشوف الجثه واتاكد. قالوا لي ان غاده جت استلمتها ولحقتها. شفت جثته؟ شفتها ولا لا يا حمزه؟ هي فزوره. شفتها يا فندم، شفتها. لكن ايه؟ احنا هنسيب شغلنا ونفضل نناقش الكلام الفارغ ده؟ فندم مش كلام فارغ. سليم هدد انه هيقتل اللي هو مختاره، وهو ده اللي حصل فعلا. سيادتك انا شايف ان احنا نجيب مراته اللي اسمها غاده. غاده لا. نعم؟ غاده ملهاش اي ذنب في اللي بيحصل، وانا متاكد من الكلام ده. ليه ان شاء الله؟ بأمارة ايه؟ بهاء. كفايه اللي حصل لها. ابعد عن غاده بهاء. انت مش هتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه يا استاذ؟ مساعد وزير الداخليه اتقتلوا على الهوا يا باشا. دي غلطتنا احنا مش غلطتها. بس ده هو. احنا هنفضل نتخانق ونسيب اللي قتلوا اللي هو مختار يهربوا؟ اتفضل روح على شغلك. وانت عايز تساعدنا اهلا وسهلا، مش عايز اتفضل، مش ناقصه اهي. على فين كده يا باشا؟ هنروح نجيب اللي ملهاش ذنب. يلا يا ابني. تعرف بقى ان انا كنت متاكد انها مش صدفه ان مختار يتقتل في نفس اليوم اللي اتنفذ فيه حكم الاعدام في سليم. بس انا اللي هو مجدي زعلان منه قوي. ازاي لما عرف ان سليم هيعمل حاجه الساعه 9 ما عملش حسابه ان فعلا في حاجه هتحصل الساعه 9؟ انا اتهيألي ان دي كانت اخر لعبه سليم فكر انه يعملها قبل ما يموت. يا صبري بيه، سليم ما ماتش. دي حاجه احنا لسه مش متاكدين منها، بس اللي مجنني يعني انك بتقول ان هو كلمك. بالرغم ان هو كلمك برضه انت اللي حضرت تنفيذ حكم الاعدام فيه. بس كده ولا كده، اذا كان سليم مات او ما ماتش فجابر لسه موجود. ده اللي مجنني، ان سليم هو اللي كلمني مش جابر. احنا دلوقتي قدامنا احتمال من اتنين، يا اما اللي اتصل بيك ده مش سليم بس لازم نعرف هو مين وانتحل شخصيته ليه، يا اما سليم لسه عايش، وده معناه بقى ان الدور عليا وان المساله مساله وقت. مش انا اللي قتلت ابنه. ما حدش يدخل منه التناس بالطريقه دي. ايه ده؟ ايه اللي بتهممه ده؟ انت بتعمل ايه؟ حاسب، انتوا معاكم اذن في التفتيش. غاده الحقيني يا غاده. مين دول اللي بيعملوا هنا ايه؟ ما اعرفش. مستنيين يعني ايه؟ انت مين اصلا؟ يلا يا ابني انت وهو. خدوه على البوكس. ياخدوني على فين؟ سيب ايدي. خدها على فين؟ انا هكلم حمزه. اياكي تكلميه. امال انا اسيبك لوحدك؟ حمزة، أنت فين كل ده يا حمزة؟ انت كويس؟ الحمد لله تمام. ايه ما قلتوليش ليه ان انتوا جايين؟ ما انا بكلمك من امبارح، ببعت لك رسائل ما بتردش عليا. معلش، حقك عليا حقك عليا، كان يوم طويل كده ومتلخبط وبايخ في الشغل. شغل؟ شغل ايه تاني يا حمزة؟ انت مش كنت سبت الشغل ده خلاص؟ علي هبقى اتكلم معاكي في الموضوع ده بعدين. معلش يا رفعت انا تعبان قوي، محتاج اخش اريح شويه. اه طبعا، سيب الراجل بقى على راحته، وبعدين طالما اطمنتي عليه يلا بينا احنا بقى نروح. لا انا مش هروح، انا هقعد شويه كده كده. ايمن نايم مش هينفع ننزل بيه دلوقتي. زي ما انت عايزه يا علي، زي ما انت عايزه. لا مؤاخذه رفعت، بعد اذنك. اتفضل. سيبي عربيتك وتيجي تركبي معايا. هسألك على البيت على طول، مش عايز تسيب عربيتي هنا. باشا حضرتك نسيت الحاجات دي. اشكرك، كتر خيرك، ربنا يخليك. شكرا جزيلا، ربنا يخليك. اتفضل. سليم فواز، ماله؟ اتعدم امبارح. طب وايه الجديد؟ ما احنا عارفين انه خد حكم بالاعدام، وكلنا كنا مستنيين تنفيذ الحكم ده. وعارف كمان انه طلب يقابل المقدم حمزة قبل تنفيذ الحكم، وان المقدم حمزة قابله فعلا؟ لا دي ما اعرفهاش، لكن ليه؟ اكيد في سبب، ما هو مش صدفه ان اليوم اللي يتعدم فيه سليم يبقى هو نفس اليوم اللي يتقتل فيه اللي هو مختار. انا بقول ابتدي اشتغل على الموضوع ده. احنا ممكن نفتح ملف سليم تاني ونعمل عنه موضوع كبير. وممكن على فكره اكلم المقدم حمزه اساله عن سبب زيارته ايه. مقدم حمزه مين اللي عايزه تروحي تكلميه؟ هو مش هيرضى يتكلم معاك اصلا. ايوه انا ممكن احاول، بس ما انا عارفه رانيا سليم اتعدم، يعني اي خبر ممكن يتنشر عنه اتنشر خلاص. حتى خبر تنفيذ الحكم بالاعدام ما يستاهلش ان احنا نعمل عنه قصه. من الاخر كده سليم فواز ملفه واتقفل، ما اظنش انه ممكن يتفتح تاني. اتفضلي. يا بنتي انت بقالك سنتين سايبه حمزه، نفسي افهم مستنيه ايه. انا اللي نفسي افهم انت مستعجله على ايه. انا مستريحه كده يا ماما، مبسوطه قوي في شغلي، مش مستعجله على الجواز. بس انا بقى مش مبسوطه ومش هتبسط غير لما اشوفك في بيتك واطمن عليكي. انت مش عايزه تفرحيني ليه؟ ما تفرحي يا ماما وانا ماسكاكي. شو كده سليم؟ سليم سليم سليم، اهلا. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيب قلبي؟ اخبارك ايه؟ وحشني قوي قوي. وانت كمان جدا 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 مبسوطه ان انا شفتك. وانا كمان مبسوطه قوي. غاده بنتي. اهلا يا غاده. اهلا يا سليم. اتفضل اقعد. مش عايزه اضايقكم يعني. لا تضايقنا ايه بس، اقعد 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 يا ابني اقعد اقعد، انت وحشني قوي اقعد. قول لي انت عامل ايه دلوقتي؟ تمام الحمد لله ماشي الحال. بتشتغل؟ بشتغل طبعا. بتشتغل ايه؟ انا بدرس في كليه هندسه. اتجوزت ولا لسه؟ لا لسه ما حصلش نصيب. لا ان شاء الله يحصل باذن الله. ان شاء الله. طبعا عن اذنكم 5 دقائق بس هدخل الحمام. اتفضلي اتفضلي يا حبيبي. حاسس ان طنطا كانت قصده تقوم. مش عارفه. لا هو انا يعني شبه متاكد. يمكن يعني، بس هو كده الطف. لا ما تفهمنيش غلط، انا بحب طنط جدا وهي كمان شكلها بتحبك، بس برضه كده الطف. حبيب قلبك وحشتني قوي يا اخي. انت اللي وحشتني وحشتني. ايه ده ايه ده؟ انت كبرت قوي، انت بقيت طولي تقريبا. هتلعب معايا؟ ده انا هقطعك، انا هقطعك. لا انا بس عايزك ايه، تسخن شويه كده على بال ما اجي، وبعد كده بقى يا استاذ هاجي ونكمل اللعب. موافق؟ موافق. يلا بينا. ايه ده انت نازل؟ رايح فين دلوقتي؟ عليا انا ورايا مشوار، وصدقيني ما فيهوش اي حاجه، واوعدك اول ما هرجع هقعد معاكي واتكلم معاكي زي ما انت عايزه. طب ممكن تتصل بيا طول الوقت تطمني عليك؟ حاضر. وممكن لما اكلمك ارجوك ترد عليا؟ حاضر يا عليا. في اي حاجه تاني؟ هستناك. باي يا استاذ. باي يا حمزه. لسه سيادتك بندور على المكان اللي اتضربت منه الرصاصه. المكان ده اكيد عماره من العمارات اللي بتبص على النادي. طيب وغاده عملت معاها ايه؟ سايبها في الاوضه من ساعه ما جبتها سيادتك، تستوي بس شويه وبعد كده هخش استجوبها. طيب خلص معاها وتيجي تقول لي ايه اللي حصل. اوامر سيادتك. هو حمزه ما اتصلش بيك؟ لا يا فندم ما اتصلش، بس كده احسن. ماشي ماشي، خلص وتعالى لي. انا عايزك تركزي كويس قوي في كل كلمه هقولها لك. انا هقعد قدامك دلوقتي ساكت، مش هفتح بقي، وهسمعك وانت بتقولي لي على كل حاجه تعرفيها من نفسك، تمام؟ يلا اتفضلي. انا ما اعرفش حاجه اصلا عشان اقولها، وعايزه امشي من هنا دلوقتي حالا. واضح انك ما فهمتنيش كويس. مفيش مشاكل، هفهمك. حضرتك مساعد وزير الداخليه بتاع البلد اللي احنا عايشين فيها دي اتقتل وعلى الهوا، فاحنا لازم نجيب اللي قتله، وانت كده كده هتساعدينا، ده موضوع منتهي. فانت من غير رغي ووجع دماغ وقرف هتتكلمي هتتكلمي. منكم لله يا بعدها، بهدلتوا البيت، الله يخرب بيوتكم، الله يكسر رقبتكم، كسرتوها؟ مش عارفه. استاذ حسين، ايه حصل؟ ايه؟ أنا أول ما جاتني رسالتك جيت على طول، في إيه؟ غادة اتقبض عليها. اتقبض عليها؟ طيب ما تخافيش، تعالي نروح نشوف في إيه. يلا يلا يلا. يا رجاله انا بنزل، مش توكلنا على الله. انت مين؟ انا رانيا شاهين، صحفية من جريدة عين الحدث. عايزة ايه؟ كنت محتاجة اعرف من حضرتك شوية معلومات بخصوص سليم فواز. ما تتكلمش مع صحافة. انا بس محتاجة اجابة سؤال واحد، ايه علاقة سليم فواز باللي حصل لليل ومختار امبارح؟ سليم مات، اتعدم. امال حضرتك جيت بيته ليه؟ وليه رحت لسليم قبل تنفيذ الحكم فيه؟ يا باشا يا فندم، اصله مش صدفه يعني انه اليوم اللي يتعدم فيه سليم فواز يبقى هو نفس اليوم اللي يتقتل فيه. بقول لك ايه؟ قلت لك ما بتكلمش مع صحافه، ووشك ده مش عايز اشوفه تاني، فاهمه ولا لا؟ يعني ايه ما تعرفيش عنه حاجه من ساعه ما اتقبض عليه؟ انت مش كنت مراته؟ وانتوا مش قبضتوا عليه وكان موجود قدامكم في السجن، بتسالني انا ليه؟ بقول لك ايه، احنا مش هنقعد طول اليوم نلف وندور حوالين بعض. الف وادور على ايه؟ انت عايزني اقول ايه؟ جوزي اتعدم، مات، وانا رحت دفنته بايدي، عايزين مني ايه تاني؟ عايزينك تجيبي من الاخر، عشان انا خلاص خلقي بقى هنا. ايه يا مدام غاده؟ ايه؟ متجوزه سليم كل دوت ومش عارفه مين اللي شغال معاه من ساعه ما اتقبض عليه؟ مفيش حد منهم كلمك في التليفون، مفيش حد منهم بعت لك فلوس. ايه يا مدام غاده، عايزاني اصدق الكلام ده ازاي؟ صدق ما تصدقش دي حاجه ترجع لك، اعمل اللي انت عايزه. ما انا هعمل اللي انا عايزه، هعمله، بس عايز حضرتك تحطي في اعتبارك حاجه، انه لحد ما اخد منك واعرف كل اللي انا عايزه محدش هيعرف يخلصك مني. خلاص؟ ولا حتى حمزه. محدش يخش عليها ولا يفتح بقه معاها، تمام؟ ماشي يا باشا. انت متأكد؟ طيب لا لا لا، ما تخليش حد يلمس اي حاجة. اديني الالوان بالظبط. ما عرفتش سيادتك هطلع منها بقى. شارع ايه؟ ماشي، هبعت لك بهاء. خد يا بهاء، ده عنوان الشقة اللي اتضرب منها رصاص على اللواء مختار. ولو سلاح؟ لا، لقوا الفارغ بتاع الرصاصة. روح دلوقتي حالا وما ترجعليش الا بطرف خيط. أوامر سيادتك. ادخل. تمام يا فندم. الاستاذ حسين من شاول المحامي عاوز يقابل سيادتك. محامي؟ ناقصه هي، ان الذي وحيث ان. خليه يدخل. تمام يا فندم. الباشا عايزك. أنا مش عايزك تقلقي خالص، لأن ما عندهمش أي حاجة ضدك عشان يستجوبوكي، لا دليل ولا اتهام ولا حتى شبهة، وأصلاً ما كانش معاهم أمر من النيابة عشان يجيبوكي هنا، وأنا ما سكتش، وفهمتهم إن اللي حصل ده لو اتكرر تاني أنا هاخد إجراء قانوني ضدهم. هما فاكرين إيه؟ نظام زمان هيرجع تاني ولا ايه؟ أنا عايزة أمشي من هنا دلوقتي حالا. بهاء باشا. يا دكتور، ايه الاخبار؟ ادينا شغالين. دي الشقه الوحيده اللي بتطلع السطوح. اول ما جينا لقينا القفل مكسور. حلو قوي. طيب وصلتوا لايه؟ شكلنا كده مش هنوصل لاي حاجه غير الفرق بتاع الرصاصه اللي قتلت اللواء مختار. يعني ايه مش هتلاقوا حاجه يا دكتور؟ يعني ايه؟ انا مش ماشي من الشقه دي الا ومعايا دليل. تمام؟ ماشي يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاطلاع على الأوراق والمادة 343 من قانون العقوبات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق سليم فواز عبد الرحيم محمد إلى فضيلة المفتي. رفعت الجلسة. صدق الله. البقاء لله. ربنا يرحمنا جميعا. معلش، هو كان انا اسف طبعا ان انا جاي في ظرف زي ده، بس في حاجه كده عايز اسالها لحضرتك. قلت لك 1000 مره كل الاسئله اللي اعرفها جاوبت عليها، ما عادش عندي إجابات لأي أسئلة خلاص. على العموم ده رقم تليفوني، لو حضرتك احتجتني في أي حاجة أو كنت عايز تقول لي أي حاجة أرجوك كلمني. لا إله إلا الله. أظن هتقولي إنك جاي هنا صدفة. يا باشا ما ينفعش كده، أنا بتكلم معاك. أنا مش همشي غير لما ترد عليا. على فكرة عايزة إيه؟ عايزة أعرف الحقيقة، مين اللي قتل اللواء مختار؟ وليه بتجري ورا سليم بعد ما مات؟ لازم ترد عليا. على فكرة بقول لك إيه؟ أنا مش عايزة أشوف وشك، ودي آخر مرة هقولها بالذوق، فاهمة؟ يلا يلا. بنتي يا غادة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا اختي جميلة قمر. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. الخالق الناطق سليم. ايوه امك اللي قالت مش حد غريب يعني. بسم الله الرحمن. خد سامر. انا بخاف. ما تخافش بقى جامد قلبك. يلا سامر. لا ده بسم الله الرحمن الرحيم سامر. يلا شيل شيل يا اختي. بسم الله ما شاء الله. هسميه ايه بقى الولد الجميل ده؟ أحمد. أحمد سليم فواز. إيه ده؟ إيه أحمد سليم فواز ده؟ هتبقى متعجل جدا، أنا رأيي نسميه فواز سليم فواز. وبابا هيبقى قديم شوية بس حاضر. بس بيضحك. طب خدي بقى، أنا مش هقدر أتحمل المسؤولية بدري أوي كده. على فكرة في شبه منك. الحمد لله. حسنت ربنا يسلمك. بس يا ولد بس. سوسي ده قد ايه؟ يا غادة افتحي يا غادة. يا بنتي انت بتعملي معايا كده ليه بس؟ غادة ايوه بكلمك اشكرك على حضور عزايا، والله فيك الخير. سليم انت عايش؟ انت عايش؟ طب ازاي؟ ازاي يا سليم؟ ما انا قلت لك هنلعب يا حمزة، اللعبة ما فيهاش الا انا وانت وبس. ايهاب خيري فاكره؟ المرة دي قدامك 12 ساعة، يا اما تلحق ايهاب قبل ما المدة تخلص يا اما هيموت.